اهلا وسهلا بك استاذ هاني، وجودك بمهرجان البحر الاحمر الدولي للسينما قديش مهم ليك وكمان سهره ام بي سي ستوديوز؟ كل الفعاليات الحقيقه، يعني طبعا ام بي سي دايما داعمه للمهرجانات والمهرجانات العربيه، وكانت متواجده بشكل كبير جدا، عملت ايفنت عظيم في مهرجان القاهره، والنهارده عامله ايفنت في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال، ومجمعه كل الفنانين في مهرجان البحر الاحمر. مهرجان البحر الاحمر انا شايفه انجاز عظيم جدا، وشايفه خطوه حلوه قوي. والواحد الحقيقه مش عايز يتكلم عن المهرجان بس انا عايز اتكلم عن الطفره العظيمه اللي حصلت في السعوديه، طفره ثقافيه وفنيه وكمان رياضيه. الحقيقه كمان المنتخب السعودي فرحنا كلنا رغم خروجه، لكن كان يستاهل انه يكمل لانه اداء عالمي. يعني انا بقول كل الاحترام والتقدير ليهم يعني بصراحه. فاللي بيحصل في السعودية تطور من كل الجهات، نتيجة حلم جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمير محمد، وكل الناس بحب شديد جدا بتحاول تنفذ هذا الحلم. والحقيقة واقع احنا كلنا لمسينه، فخورين بيه، سعداء بيه جدا، حاسين ان ده مش يعني كان المفروض يحصل من زمان. وانا بعتبر السعودية ومصر مش بلد التاني، وأنا بقول إنهم واحد يعني دايما، والخليج كله الحقيقة كمان، يعني احنا كلنا واحد وبنحس ببعض جدا، نفرح لبعض جدا، وبنتألم لبعض جدا، وإن شاء الله كل اللي جاي يبقى أفراح. يعني شو في جديد؟ في مشاريع جديدة؟ عندي فيلم ليه اسم مؤقت دلوقتي، اسمه شقاوة أونلاين. أو أونلاين، بس ده مؤقت، يعني في ناس عايزة تغيره بس مش عارف هل هيتغير ولا لا. لسه هننزل من هنا نبتدي نحضر بإذن الله كده، ونشوف مين المخرج ومين هو تأليف الأستاذ سامح سر الختم والأستاذ شادي محسن، لكن المخرج لسه إن شاء الله، يعني أول ما نرسع المخرج هيبتدي يختار بقى كل الأبطال وكده. بالنسبة لرمضان هنشوفك في رمضان؟ احتمال، بس مش احتمال قوي، لان لسه ما مضيتش ومتاخرين قوي، فخايف من زنقه الوقت، لكن ان شاء الله يعني السينما هتبقى ان شاء الله تواجد في السينما. كوميدي للسينما هيكون كوميدي وفي موضوع جديد قوي، يعني اعتقد هيمس كل الناس. هو العنوان اللي قلته لي دلوقتي اوريدي يمس كل الناس، صح، لان هو بيتكلم على السوشيال ميديا، بيتكلم عن ال قد ايه احنا بقينا يعني مدمنين، وبقت حاجه جزء من حياتنا، ووصلتنا لفين، وممكن تعمل فينا ايه، بس بشكل كوميدي. بالنسبه للاعمال على منصه شاهد، اذا بتحضر ايه اكثر عمل شدك او كده علم معك زي ما بتقولوا؟ في كتير كتير جدا، يعني انا شفت اسمي لك كذا عمل لو عايزه، يعني في البيت بيتك، وفي السمانية معمول حلو قوي قوي، التنفيذ عالمي يعني بصراحة. المسلسل ده يعني اعتقد عمل طفرة في المسلسلات، وخاصة حاجات السسبنس والاكشن وكده. البيت بيتك، في الغرفة 207، في إلا أنا، في ليلى، في حاجات كتيرة. انت متابع بقى؟ طبعا شاهد، هو حد ما بيشوفش شاهد؟ لازم نشاهد شاهد يعني. شكرا كثير لك. مرسي جدا، كل سنه طيبين. نيلي اهلا وسهلا بك يا حبيبتي. وجودك النهارده في احتفاليه ام بي سي، وكمان وجودك في مهرجان الدولي الدوره الثانيه للسينما، قد ايه بيعني لك؟ انا بحب السينما، ف اي احتفال بحسه تكريم للسينما، تكريم لصناع السينما، لان قبل ما الفيلم يطلع بتلاقي في ناس كتير ورا الكاميرا، يعني انتاج، اخراج، ملابس، تصوير، يعني بجد مش بس اللي بنشوفه على الشاشه لكن التحضير نفسه. فمستمتعه ان انا بقابل مخرجين، كتاب، منتجين، ممثلين، يعني عارفه في العادي عشان بنشتغل كتير ما بنلحقش نشوف بعض، يعني في ناس من مصريين انا ما شفتهمش في مصر وقابلتهم هنا. بجد الدوره هذه عم تكرم يسرى طبعا، قلبي حبيبة قلبي، عايزة أقولها مبروك، ألف ألف مبروك، وتستاهل كل تكريم، وتستاهل كل جايزة، سنين طويلة من العطاء، سنين طويلة من الفن، من الإبداع،
فتستاهل كل تكريم بجد. انا مبسوطه ان انا حضرت تكريمها بصراحه. روز وليلى بقى، ليلى قادمين جايين ان شاء الله، كلنا مستنيينه طبعا اللي راح ينزل، وانا كمان مستنيه لان لسه ما اتفرجتش على حاجه، مستنيه ان شاء الله يتعرض. يا رب. عايزه كده، عايزه كده حاجه تشوق الجمهور عن روز وليلى. والله هو انا متشوقه اصلا، مش عارفه اقول لكم ايه، بس هي فعلا مسلسل ممتع جدا، كوميدي اكشن دراما في كل حاجه، هيستمتعوا جدا يعني. ليه لا، ليه لا. الجزء الجديد خلاص قربت اخلصه تصوير، وبيتكلم عن حدوته جديده زي كل مره يعني متعودين على. ليه لا، هنشوف ايه جديد. جديد هنشوف قصه جديده، مش عايزه احرقها بس. حاجه صغننه قد كده اهو، حاجه صغننه بتتكلم ان ازاي الولاد او الولد بالتحديد ممكن يتقبل ان والده بعد الطلاق يتجوز ويعيش حياته ويخلف، لكن مش متقبل مامته. هو ده الصراع يعني. طيب هنشوفك بالسباق الرمضاني ان شاء الله. ان شاء الله هشوفك فين بقى؟ انا عايزه مسلسل صعيدي اسمه نادرة، ولسه ان شاء الله يعني تكوني دور صعيديه. مع مين؟ شويه تفاصيل بقى، مش مركزه دلوقتي بصراحه، معلش انا من الصبح بتفرج على افلام فمش عارفه اركز خالص، بس هو يعني ان شاء الله لسه هنبتدي تصويره قريب ان شاء الله. موافقه بكل شيء. سؤال اخير، هذا على منصه شاهد سمي لي عمل واحد علم معاكي مش هتقدري تنسيه. على منصه شاهد لا، في حاجات كتير يعني، بس هقول لك انا مثلا نمره 2. حسن اهلا وسهلا ومنور جدا. اهلا بيك. سهرة الام بي سي اليوم والبحر الاحمر طبعا المهرجان الدولي، قديش بيعني لك الموضوع؟ انا بعشق السينما بشكل كبير جدا، وبعشق السعوديه، فالاثنين موجودين في حاجه واحده، مهرجان البحر الاحمر في السعوديه، فانا في قمه انبساطي وقمه سعادتي، ببقى مبسوط جدا واكسايتد لما بقى في عرس وحفل سينمائي فني، في افلام وفي مخرجين وفي نجوم عالميين، وسعيد ان احنا عندنا في الوطن العربي قادرين ننظم ونعمل حاجات بشكل عالمي بشكل حلو، والعالم كله بيجي يتفرج علينا، فمبسوط جدا. انت ينطبق عليك فعلا السعوديه بلدك الثاني طبعا بعد الاعمال اللي عم بنشوفها، كيف كانت اصدق؟ الاصداء اكتر من رائعه يعني، احنا بقالنا اكتر من شهر دلوقتي الفيلم معروض، ولا زال لغايه دلوقتي الفيلم عليه اقبال كبير جدا. انا كنت امبارح في السينما، حفلة الميد نايت تبدا 1:15، الجمهور كان فل موجود، خلصت 3:15 الناس موجودة، ده حاجة ما حصلتش قبل كده خالص يعني، عادة أفلام الكوميدي هي اللي بتبقى شغالة، ففيلم دراما وميلو دراما وقصة تقيلة يبقى بعد شهر ماسك نفسه، ده ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش قبل كده يعني من 60-70 سنة، من السبعينات يعني، من السبعينات كان تقريبا اخر فيلم يعني دراما كان لايما كنت حبيبي بتاع الاستاذ محمود ياسين، لكن الافلام عموما الجد او الافلام الاكشن او الافلام كده ما بتلاقيش رواج قوي في الخليج بالشكل الكبير، افلام الكوميدي طبعا بتبقى حاجه تانية، فكون ان انا بعمل فيلم يبقى عامل نجاح زي افلام الكوميديه، فدي حتى بالنسبه للصناع وبالنسبه للسينمات وموزعين متفاجئين يعني. اكيد دايما ان شاء الله دايما مكسر الدنيا. شنو عندك جديد عم تحضره خارج سباق رمضاني او لرمضان؟ ان شاء الله عندي مسلسل باذن الله في رمضان، وعندي اكتر من فيلم سينمائي باذن الله، هنزل بقى اشتغل عليهم على طول باذن الله يعني، الفتره الجايه بقى هبدا اصور يعني. مع مين؟ لسه 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 يعني قريب لما انزل هتلاقينا نبدا بقى نعمل الكاستنج والحاجات دي يعني. ان شاء الله. سمي لي عمل على منصه شاهد علم معاك وعجبك جدا. لا، في اعمال يعني ليتلي اخر حاجه كنت شايفها كان في رمضان اللي فات لو بتتكلمي مثلا، كان بطلوع الروح، فكان مسلسل للمخرجه الكبيره كامله ابو زكري، وكان مسلسل معمول بشكل كبير جدا من العالي من الجوده، فده يعني مثلا اخر حاجه كنت شايفها في رمضان اللي فات. لكن عموما المنصه بتاعت شاهد هي منصه متنوعه، فيها افلام، فيها مسلسلات، فيها برامج، بحب ادخل اتفرج على البرامج اللي معموله، اتفرج على مسلسلات الجديده دايما اللي بتتعمل، ما بيعملوش اي مسلسلات لازم تبقى مواضيع حلوه، وبيراعوا ان يبقى في اختلاف في المواضيع، وكذلك برضو بيجيبوا افلام على طول حلوه، فيعني منصه مسليه جدا. وهم شاهد كانوا بادئين من زمان، كانوا اداره الام بي سي فاهمين ان المستقبل جاي في الابلكيشنز، فمن بدري كانوا شغالين على الموضوع ده، ولذلك دلوقتي شاهد يعني منصه كبيره جدا. سؤال
حسألك في سؤال، عارفه ولا نجم عايز تعمل معاه ديو وتمثل معاه؟ أحب أرجع الأول مع أستاذ محمود حميدة بصراحة. أستاذ محمود حميدة بحبه جدا وفنان كبير جدا وأحب أشتغل معاه بشكل كبير. في ناس كتير طبعا تانية، بس يعني شوف نفسك معاه في حاجة درامية كده ولا حاجة كوميدي؟ نعمل حاجة كوميدي لذيذة. يعني في حاجات بتبقى الكوميدي في فكرة وفي في عارفة الحاجات اللي فيها زي مثلا فوكس والحاجات دي يعني.